تحياتي، أنا حاسوب الوطواط لكن نادوني بيني وان، وفوضت لضمكم في مراقبة فارس الظلام، برنامجي الجديد لمساعدة باتمان في إيقاف الجرائم في مدينة غوثام. تعرفون أن باتمان لديه إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات لمساعدته في مكافحة الجريمة، وكجزء من مراقبة فارس الظلام تحتاجون إلى معرفة كل شيء عن أدواته. ولهذا لما لا نلقي نظرة على واحدة من أكثر قطع باتمان ابتكاراً في ترسانته، الدرع الحراري. كما هو الحال غالباً ما يجد باتمان نفسه في مواجهة الأشرار الخارقين الذين يعرفون كيف يشعلون الحرائق أو للتعامل مع البرد. أحياناً تحقيقات باتمان تأخذه إلى بيئات قاسية إلى حد ما، وسواء كان باتمان على الجليد الرقيق أو الماء الساخن فإن ارتداء بدلة تحتملهما أمر حتمي. لذا صمم باتمان هذا الدرع للحفاظ على درجة حرارة جسده حتى يتمكن دائماً من إنجاز المهمة. لنبدأ بتقنية عمل البدلة. الجزء الداخلي من البدلة معزول تماماً، أي أنها تحافظ على درجة حرارة أكثر دفئاً أو برودة رغم الظروف الخارجية. يتم ذلك من خلال الألواح العازلة التي صنعت منها البدلة. تتميز الألواح بهيكل شمع العسل الذي يعمل على إبطاء تدفق الهواء ويحافظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 68 درجة، ويمكن استبدالها أيضاً. لذا في حال تلف جزء من الدرع يمكن لباتمان استبداله بسهولة، ويمكن التحكم في درجة حرارة الدرع عن طريق الأسلاك النحاسية والتي تستخدم طاقة منخفضة الجهد لتسخين أو تبريد نظام مياه منتشر بالكامل. كما ترون فإن الماء يستطيع امتصاص أو نقل الحرارة بشكل جيد، وهكذا تنظم أجسامكم الحرارة الداخلية. ذكاء من باتمان أن يستخدم معرفته بجسم الإنسان لبناء تقنيته. يتم التحكم في الأسلاك النحاسية بواسطة باتمان أو بواسطتي، ويحتوي الدرع على مصدر طاقة خاص به، لذلك يحافظ على باتمان لفترة طويلة في المواقف الصعبة. الدرع الحراري أيضاً يحكم الماء والهواء، فهو مزود بالأكسجين حتى يتمكن باتمان من التنفس بسهولة في أي ظروف، ويستخدم الغواصون نفس التقنية للتنفس تحت الماء. وتم تجهيز الدرع أيضاً بقفازات حرارية، وهذا لكي تظل أصابع باتمان دافئة أو باردة، مما يسمح له برمي سلاح الباترانج المرتد. إن دمج التكنولوجيا في بدلته الخاصة هو ما يضع فارس الظلام في مكان خاص به. والاستلهام من علوم الحياة اليومية كتنظيم أجسام البشر لدرجة الحرارة هو نموذج رائع لكيفية حل المشكلات. انظر للعالم من حولك لمساعدتك عندما يتعلق الأمر بالبطولات. يمكنكم الدخول في أي وقت للمزيد من أرشيف حاسوب الوطواط للتعرف على أحدث تقنيات باتمان. يمكنكم العثور على المزيد من محتوى باتمان هنا على قناة دي سي كيدز. جميع حلقات الرسوم المتحركة لهذا الأرشيف متوفرة للتنزيل الرقمي مع ورنر هوم انترتينمنت.